تقول: توفي والدنا رحمة الله عليه ونريد أن نتصدق عنه، فبماذا تنصحوننا جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. صدقة عن الميت عمل مشروع، إذا تقبله الله فإنه ينفع الميت، لأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم لأن أمه ماتت أفيتصدق عنها، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عنها، فهذا عمل طيب. وأي نوع من أنواع الصدقة فإن فيه الخير وفيه النفع للميت بإذن الله، ولكن تحري المحتاجين سد حاجتهم يكون أفضل وأحسن.